وبعد عباد الله، فنحن نستشرف في هذه الأيام المباركات أيام ذي الحجة، نستشرف فيها شعيرة من شعائر الله شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. وهذه الشعيرة العظيمة ارتبطت بقصة نبي من الأنبياء، هو من أعظم أنبياء الله ورسله، ألا وهو نبي الله إبراهيم عليه السلام. فمتى ما ذكر النحر، ومتى ما ذكر الحج، ومتى ما ذكر البيت الحرام، ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى قدوة للمؤمنين وإماماً للموحدين والحنفاء، كما قال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. وقال الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ولذلك عباد الله، لا بد للناس ألا تمر عليهم هذه الشعائر وأن يؤدوها وأن يتعاطوا مع ما فيها كأنما هو عادة من العادات، وإنما عليهم أن يتأملوا فيما قص الله سبحانه وتعالى حتى في قصة النحر، كما قال الله عز وجل وحكى ذلك في سورة الصافات، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره. قال الله عز وجل بعد أن ابتلى الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بأن يرى في منامه، ورؤيا الأنبياء وحي وحق، أنه يذبح ابنه الوحيد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وأن ينفذ أمر الله تبارك وتعالى. وهذا أيضاً من الأمور التي يجب أن يقف عندها الناس، أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يمتحن الناس، ولا بد أن يمحص الناس، كما قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله عز وجل في سورة آل عمران حاكيا موقف المؤمنين في بداية غزوة أحد وبداية معركة أحد، قال الله عز وجل: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقال في نهاية قصة هذه المعركة: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. فالفائدة من الفوائد العظيمة في قصة إبراهيم التي جاءت في غير ما صورة من القرآن، أن المؤمنين لا بد وأن يبتليهم الله سبحانه وتعالى حتى يميز صادق الإيمان من الكاذبين المدعين، وحتى يميز المؤمنين المتقين من المنافقين والكاذبين والمندسين. وابتلى الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام من صغره، قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله وامتحنه منذ أن كان فتى، كما قال الله عز وجل، ونجح في جميع هذه البلايا والفتن والامتحانات، وصار إماماً للموحدين والحنفاء. ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن يفارق زوجه وولده المولود الوحيد الصغير الرضيع عليهما الصلاة والسلام، فاستجاب لأمر الله تبارك وتعالى
وأمره الله عز وجل أن يدعهما وأن يذهب، فامتثل أمر الله عز وجل، وابتلاه الله سبحانه وتعالى بقومه فألقوه في النار وهو في تلك الحال يدعو الله سبحانه وتعالى ويستغيث بربه تبارك وتعالى. شأنه شأن سادات المؤمنين عليهم الصلاة والسلام في صدق اللجئ والتوكل على الله تبارك وتعالى، فكانت النتيجة أن رفع الله عز وجل ذكره وأن خلد الله تبارك وتعالى سيرته، كما قال الله عز وجل: وتركنا عليه في الآخرين. البلايا والامتحانات فيها فوائد، أن يمحص الله المؤمن الصادق من غيره، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى المؤمن المبتلى الدرجات إذا صبر، وأن يغفر الله له، وأن يكفر عنه سيئاته، وأن يبلغه من المنازل عند الله سبحانه وتعالى ما لا يبلغ ذلك بأعماله وإن اجتهد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أدبنا، ربنا قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فربنا سبحانه وتعالى يبتليك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يوعك وعكا شديدا، مرض شديد، فقال: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال إني لأوعك وعك رجلين منكم أشد الناس بلاء، الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة أو قال شدة زيد له في البلاء. ولذلك كان السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم الواحد منهم إذا لم يصبه شيء يراجع نفسه. الليلة الناس ربنا سبحانه وتعالى ما أوقعهم فيما أوقع فيه سادات المؤمنين، ناس ابتلوا بالفرائض والشرائع الميسرة والسهلة، الصلوات الخمس وغير من الطاعات، فينكلوا عنها ويفرطوا فيها، يبتليهم الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام مثلا بالأضحية، يتسخطون ويتضجرون ويتكلمون ويضيع الواحد منهم أجره. فأول فائدة نستفيدها أن البلاء سنة الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن إبراهيم عليه السلام قابل البلاء بالامتثال والصبر والانقياد والطاعة. قال الله عز وجل: فلما أسلما وتله، أي وأكبه على صفحة وجهه، وأكب فلما أسلما وتله للجبين، أي فلما انقادا لأمر الله، لما سمع كلام ربنا سبحانه وتعالى وأطاع أمر الله عز وجل وسارع إلى تنفيذ أمر الله عز وجل. وده يا أخواننا من أعظم الأمور التي يجب أن يقف عندها الناس. قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإن تطيعوه تهتدوا. وقال موسى عليه السلام: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء
ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم عن آية والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لا بد من التسليم لأمر الله والانقياد لأمر الله. ما أخر الأمة إلا أنها نصبت من دون الله قادة وسادة وشيوخ يطيعونهم ولا يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلجؤون إلى كلامهم ويتبعون أوامرهم ويسيرون على منهاجهم ويتركون أمر رسول الله وأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ربنا عاتب المؤمنين ولفت انتباههم وأرشدهم أنه قد أهلك من قبلهم فرعون لما عصى الرسول موسى عليه السلام، فإن أنتم عصيتم رسولكم فسيعذبكم الله عز وجل كما عذب فرعون. ولذلك ربنا قال: فلما أسلما، عشان كده ربنا قال: ومن أحسن دينا، أي لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتخذ الله إبراهيم خليلا لما بلغ في مقام التوحيد والإيمان والإخلاص المبلغ العظيم، ولم يكن في قلب إبراهيم عليه السلام إلا أنه يتوكل على ربه وأنه يعرف ربه وأنه يعظم ربه تبارك وتعالى، فجازاه الله عز وجل أن اتخذه خليلا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لم يتخذ من الخلق خليلا إلا إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذه مرتبة عظيمة وصلها بالتسليم. فلما أسلما وتله للجبين، ما هي الجائزة لزول البيعظم كلام الله؟ الليلة كثير من الناس تلقاه واقع في منكر من المنكرات، تديه آية ما بيقبله. لماذا؟ لأنه ما وصل إلى مرحلة أن يسلم قلبه لله. فلما أسلما وتله للجبين، ده شغل عملي، ما أسلم باللسان بس. ولذلك الإنسان في الأضحية خاصة لما يضحي يقول بسم الله والله أكبر. قال العلماء: حتى يواطئ الفعل القول في تعظيم الله سبحانه وتعالى. فجازاه الله سبحانه وتعالى بأن ذكر هذه القصة في القرآن وصارت سنة للمؤمنين إلى يوم القيامة، وصار الناس يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالدم وبالنحر في أيام النحر تقربا إلى الله عز وجل اتباعا لهذه السنة العظيمة، سنة إبراهيم عليه السلام، وفداء لابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، لأنهما أطاعا أمر الله عز وجل. ولو أن الأمة تركت ما هي فيه من الهرج والمرج وسلمت أمورها وقادت نفسها بكتاب الله عز وجل
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لأفلحت وأنجحت في دينها ودنياها. ونحن خاصة المسلمين كما قال عمر: نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ما بنتقدم أصو ما دام يا أخواننا القرآن بيجي بعد كلام الناس الكبار، بعد يقول لك شيخ فلان قال شنو وشيخ علان قال شنو وديلك قالوا شنو، بعد ما يقولوا ده حتى يرجعوا للقرآن لا يمكن أن تتقدم هذه الأمة. ولذلك من أعظم الفوائد من هذه القصة أن نسلم الأمور لله تبارك وتعالى، وأن ننقاد لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور. الحمد لله العظيم الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى عن الشبيه والمثيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى سبيله، فنعم الهادي ونعم الدليل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم تكون فيه السماء كالكثيب المهيل. وبعد، عباد الله، من أعظم الفوائد قوة إخلاص إبراهيم لربه وتعلقه بالله تبارك وتعالى. ومع ذلك قال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. إبراهيم عليه السلام الذي ميزه أنه إمام للحنفاء، إمام للموحدين، إمام لمن لم يعرف إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الفوائد، وهذا هو لب دعوة الأنبياء والمرسلين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. انظر، لا أقول إلى حال الأمم في الأرض، ولكن انظر إلى حال أمة الإسلام اليوم: القبور والجبار والقصائد الشركية والاستغاثة بالأموات وسف التراب وتعليق الحجبات والخوف من الأموات والذهاب إليهم في طلب الولد والذرية والرزق والمدد والمطر والمال والغنى من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا ينافي ما دعا إليه إبراهيم وجميع الأنبياء والمرسلين. بل الليلة بقى في إذاعاتنا وتلفزيوننا يقول لك من كرامات شيخنا في قناة النيل الأزرق إنه ربنا سبحانه وتعالى أداه كن فيكون على لسان. هذه ما قالها قوم إبراهيم ولا قوم نوح ولا قالها أبو جهل ولا أبو لهب. شرك طرق موجودة الآن اليوم تنشر للناس هذا الضلال وهذا الباطل وهذا الإشراك بالله. يقول لك تمشي تنادي الشيخ وتستغيث به والشيخ بيلحقك وبينفعك. وقال إبراهيم عليه السلام: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا في الحياة، مودة بينكم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ما هو الفرق بين صنم عمل أبو جهل شلوه فرار من حجر أو شجرة أو غيره وبقى يصرف له العبادات، وبين الليلة ناس كتار يقول لك في الليلة الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي كويس، يقول لك: إنا بخب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. يقول لك: أنا عرشها والكرسي أنا للسما بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. وتلقاه جايب له خروف تمام، مواصفات السنة كلها مطبقة في الخروف، ويقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. خروفك ده أكله مبجوز. واحد يقول: ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي. واحد يقول: وأجود على أم لترحم طفلها
ورحمة من في الكون من بعض رحمتي، وأجود على أم لترحم طفلها، ورحمة من في الكون من بعض رحمتي. جبريل ميكال إسراف عزراو، هم جنودي في التصريف، هم تحت إمرتي، تطاوعني الأملاك بالجود والقرى. أجود على الناس وديهم اللي بيأكلوا، ده شيخ الطريقة ميت في السوق الشعري، عنده طريقة لغاية ألمانيا أتباعه. قال: وكل ذوات الكاف ترهب صولتي، وإن علوم الله في اللوح كلها أطالعها من قاب قوس الحظيرة. أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. ده مضحي ليه؟ وماذا استفاد هذا المسكين؟ ماذا استفاد من قصة إبراهيم عليه السلام؟ والله يا أخواننا الناس مدس رؤوس في الرمال، الطرق والأحزاب والجماعات، البلاوي سوتها في البلد دي خاصة، ما بتمر إلا الناس ترجع للكتاب والسنة، إلا تعلق قلوبها بالله سبحانه وتعالى. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما قبائل رعل وذكوان وغيرها من القبائل قتلوا أصحابه وغدروا بهم، ودعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام شهر، وفي رواية في البخاري كان يدعو على بعضهم بأسمائهم. ربنا نزل في القرآن: ليس لك من الأمر شيء. ربنا قال لك ليس لك من الأمر شيء. ناس تلقاهم ماشيين لهم لقبة عشان يديهم الولد. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا قال له ليس لك من الأمر شيء، الشيخ ده عنده مع الله شيء؟ عنده مع الله حاجة؟ ولذلك يا أخواننا مأساة التوحيد في السودان مأساة كبيرة جدا، مأساة كبيرة. يقول لك الشيخ ده الحاجة الرايحة نحن بنمشي له بيجيب لنا، تلقى البهائم معلقين فوق الورق ومعلقين فوق الحبال. يا ناس إن كل نفس لما عليها حافظ، هل بيحفظك منه أنت؟ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ربنا قال: ومن هو مستخف بالليل ومن هو سارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. من أعظم الفوائد في قصة إبراهيم عليه السلام شدة التوحيد وقوته، وأن إبراهيم عليه السلام كان مع الله يناطح أمته أجمعها، الأمة كلها كان بناطحة، كان معه منه؟ أكان معه ذل؟ إن لم يكن معه أحد إلا ربه تبارك وتعالى. عشان كده أنت إذا بقيت مع الله ما تلاوس، ما تخاف من ذل. البلاوي الواقعين فوق نحن دي من الغلاء والمصائب والفتن بنمرق منا إذا لجأنا لربنا سبحانه وتعالى. إن إبراهيم كان أمة، قال العلماء الأمة الرجل الجامع لصفات الخير القدوة. ربنا قص هذه القصص لإبراهيم عليه السلام في القرآن حتى نتأسى به عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الفوائد براءته من دين المشركين. ربنا قال: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ليه يا أخوانا؟ لأن العبدون مع الله ما عندهم حاجة مع الله. ربنا قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما. دحى الكثير من الناس بيقول: يا الله اديني ولد، وده كويس الهينة ده من البداية بيبدأ كده، ده كويس، ده أحسن حالا من ناس كتار مع إنه واقع في الشرك، شركه ده أقل من شرك ناس تانين. في ناس من البداية بيقول لك كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي. ده ربنا قال: فلما آتاهما صالحا، قال: يا الله اديني ولد تامي. ربنا لما أدى ولد تامي ربنا قال: فجعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ يا أخي الله قال لك ديل ما بيخلقوا مع الله حاجة. زيد بن عمرو بن نفيل كان من الناس على دين إبراهيم في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم أدركه قبل الوفاء وقال: رأيته في الجنة قبل البعثة. كان بيقول لناس قريش
بيقول لهم الشاة الغنماية دي خلقها الله وأنبت لها العشب وأنزل لها الماء تذبحونها لغير الله؟ قال لهم ربنا بهايمكم دي بنزل لها الموية وتأكل يوم واحد، ما في واحد مرة قولوا فاتورة بتاعت قش أكلته الغنماية حقته ولا البهيمة حقته؟ ما في. ربنا بيديهم بعد ما الواحد ربنا أنعم عليه، بدل ما يشكر الله يقول لك والله يعني إحنا ما شيوخنا ديل، الله يبهايمنا دي كان نص يماتن يا زول. ألا تخشى الله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. عشان كده ربنا قال إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. وده يا أخواننا شرط مهم، لابد الناس ما تقول أنا ما عندي شغلة بس، لازم تبعد منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، أي اعتقد بطلان العبادة التي تصرف لهؤلاء الصالحين والطالحين، يعتقد إنه هذه العبادة باطلة، فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. لابد مع لا إله إلا الله تعتقد إنه ما في غير ربنا بيستحق العبادة، وأن من صرفت له أي أنواع العبادة من العبادات أن هذه العبادة عبادة باطلة لا يستحقها، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والقصص هذه القصة الفوائد فيها كثيرة والعبر فيها كثيرة، والذي يتأمل فيها يكون له أسوة حسنة في هذا النبي الكريم نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج همومنا. اللهم لا تدع لنا مقاما في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا يا حي يا قيوم. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. وصية القحطاني. لله قلوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.